فهذا السؤال بيقول: عد إلى فقرة لماذا بداية الدرس ووضح لماذا يكون خطي القص أعلى وأسفل كل شريحة متوازيين. لنشوف الشريحة المقصوصة، نشوف أن ضلعين الأيمن والأيسر متوازيين، فلو قصيناهم بحيث يكون طولهم متساوي، يعني يكونوا متطابقين، هيصير عندي في الشكل ضلعين متقابلين متوازيين وفي نفس الوقت متطابقين. يصير الشكل متوازي أضلاع، والضلعين العلوي والسفلي أكيد متوازيين، لأنه من شروط متوازي الأضلاع أن يكون في عندي ضلعين متقابلين متطابقين وفي نفس الوقت متوازيين. يصير يكفي أن نتحقق من حدوث هذا الشرط مع هذين الضلعين عشان نتأكد أن الشكل حيكون متوازي الأضلاع والضلعين الباقي حيكون متوازيين.